اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى كابتن عظيم. يعني تاريخ كبير جدا في اوروبا ومع النادي الاهلي وفي اوروبا، وحتى لما رجعت اعتقد دي كانت المره الاولى اللي حضرتك تمسك فيها مصر في المقصد. في مصر في مصر يعني في البدايه. بس يا كابتن اسلام، انا احب برضو اشكر فريق الاعداد على المقدمه الجميله دي بصراحه، اللي فكرتني ورجعتني ذكريات جميله قبل كده. طبعا طبعا دي تاني مره اشتغل فيها في مصر، اول مره او ثالث مره كمان. اول مره اشتغلت مع النادي الاهلي في الشباب والناشئين، في قطاع الناشئين يعني، وعملنا شغل كويس جدا مع فرق الشباب والناشئين. بعد كده اشتغلت مدرب عام مع النادي الاهلي الفريق الاول، ودي المره الثالثه ان انا اشتغل فيها. الاول مره مدير فني، اول مره مدير فني في مصر. انما طبعا بفضل الله عليا يعني دايما شغل كله مدير فني في كل حته اشتغلت فيها، كان خارج مصر. انما طبعا انا اشتغلت مدرب عام فقط بس عشان خاطر النادي الاهلي طبعا. انما انا بحب طبعا الابداع واحب شغل كويس، ودايما بحب يعني اطلع شغلي كرجل اول. يبقى برضو بتقدر تبدع اكتر، بتقدر يبقى عندك مساحه اكتر، فكرك وفلسفتك بتقدر تنفذها على الواقع اكتر. انما لما النادي الاهلي جابني كمدرب عام ما قدرتش اقول لا طبعا. لا طبعا كابتن عظيم، برضو فتره طويله في اوروبا عشان نعلم الشباب الصغير ازاي محمد عبد العظيم وصل لكل هذه الانديه وكل هذه النجاحات اللي اتحققت في اوروبا. لا هو طبعا يعني انا عايز ابدا من امبارح بس، يعني مش عايز قبل كده. انا عايز اتكلم على يعني شفنا كذا لاعب في البطوله الاوروبيه، شفنا منهم لاعب الايطالي 37 سنه كليني 37 سنه، ده بدا مع الفريق الاولمبي، خد بطوله الاولمبياد سنه 2002 او 2003 حاجه زي كده مع فرقته، لعب في اليوفنتوس بطولات كتيره جدا. النهارده 37 سنه بيأدي من اول دقيقه في البطوله لغايه اخر دقيقه امبارح. عارف اللعبه اللي بالمناسبه، انا اسف ان انا هقطعك، بس اللعبه اللي كسبت ايطاليا ايه؟ اللي هو عدى منه ومسكه طبعا كليني لما مسكه طبعا دي في اخر 17 اخر 3 دقايق في الدقيقه دي. طبعا خبره رونالدو 36 37 سنه 35 36 سنه النهارده بيدي. انا عايز اقول بس اتفضل ان هم الرساله الاثنين للادارات، الادارات الكرويه يعني اللي موجوده في مصر. اول حاجه يعني ما تحاولش تحدد عمر اللاعب. طول ما اللاعب بيدي اديله عقود، لاعبه اديله، هيديك اكتر لان لما يكون عنده خبره زائد طبعا الناحيه البدنيه بتاعته كويسه هيفيدك اكتر. بالنسبه للاعب برضو شفنا رونالدو، شفنا كليني، شفنا ميسي لغايه دلوقتي. حتى ميسي دلوقتي ميسي برضو لغايه دلوقتي واخد احسن لاعب في امريكا الجنوبيه وهداف واحسن اسيست، يعني حاجات ارقام كتير جدا عند ميسي وهو دلوقتي 34 او 35 سنه حاجه زي كده. عايز اقول للاعب المصري اهتم كويس جدا بصحتك، بنومك، بحياتك، هتلعب اكتر. بالنسبه طبعا للاعبين الشباب الصغيرين، اول حاجه دايما انا بتعلمها مهمه جدا، بنعلمها طبعا للشباب الصغير وبنعلمها لكل الناس، نام كويس وكل كويس. هتفرق كتير جدا، واسمع كلام المدرب وابدع. فالحاجات دي كلها طبعا هتفرق معاه في المستقبل.